لو الحكاية فيها إن فيتو كده اللجان المنظمة المراقبة المختصة بتبعت لينا صور كراسات الإجابة عشان نحافظ على السرية. صورة كراسة الإجابة بتيجي منزوعة البيانات، يعني معلهاش بيان، بيجي عليها كود سري. الكود السري ده كود جديد، ما هواش رقم الجلوس، ما هواش الرقم السري السابق، ما فيش بيان للطالب. بتيجي في أكياس، طبعاً الأكياس بتيجي مرصصة وفي حفظ التسليم، فيها عدد الكراسات وفيها أرقام الأكواد. كده احنا انتهينا من المرحلة الخارجية، بنبدأ هنا في قلب الإدارة العامة للامتحانات. ممكن تحضروا معنا.